ولو تقول علينا بعض الأقاويل
الكاذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا يوم يخرجون من الأجداث
الأجداث يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة